الملف الآخر موضوع العملة. أنت تعرف في نهاية حكومة الكاظمي، نعم، ارتفع مزاد العملة كان يستخدم الكاظمي، وأنا هذا حاكي سابقا بلقاءات، كان يستخدم مزاد العملة لرشوة الفصائل المسلحة والميليشيات حتى يسكتهم إذا يريد يمشي أموره. وهذا ملف وصل الموضوع أنه بلغت نسبة الفساد وغسيل الأموال وتهريب العملة من مزاد العملة وصلت إلى تقريبا 70%. زين، هي موجودة، موجودة بزمن المالكي، موجودة بزمن العبادي، موجودة بزمن عبد المهدي، بس كانت نسبة 12% 14% بالزايد وصل 18%. أما بزمن الكاظمي وصلت لل 80% وال 70% من أموال عموم الأموال اللي يصير بمزاد العملة هي تروح غسيل أموال وتهريب للعملة. وهذا التهريب وين يروح؟ يروح طبعا للأطراف الإقليمية والدولية اللي على رأسها إيران وسوريا واليمن وغيرها من الجهات بلبنان اللي تعاني من أزمات، واللي كان الكاظمي يبحث دائما عن غطاءات قانونية لتسريب هاي الأموال وكسب ود حزب الله بلبنان حتى يمشي أموره. لا ننسى بأن منصب رئيس الوزراء هو مو منصب إداري، هو منصب سياسي، فهو جزء من عمله يمارس سياسة أنطي وياخذ. فهذا كان وصل لمرحلة ما ممكن السيطرة عليها. فمن نجا محمد الشيعة السوداني الخزانة الأمريكية قالت له ستوب، هنا أنا هذا حدكم، وبدت تعطي مجموعة من التعليمات ومجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالسندات والأرصدة والأموال والدولار. هذا انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع سعر الدولار، وأنا أكد لك أنه سعر الدولار ممكن يوصل لل 170. هو تقريبا وصل، بس هنا سؤال أهم، واضحة. سؤال هنا أهم شيخنا العزيز، قضية تهريب العملة، غسيل الأموال، ذهاب هذه الأموال إلى الدول التي أنت كنت قد حددتها ليست جديدة، هذا من عام 2015 إلى حد هذا. لماذا الأمريكان اختاروا أن تحصل أو تنفجر الأزمة مع حكومة السوداني؟ هل هي مصادفات ليس إلا، أم لأنها حكومة إطارية يجب أن يضبط إيقاعاتها، إيقاعاتها من اللحظة الأولى؟ هذا السؤال. ما هو جاي أقول لك خذ وأعطي. هي محمد الشيعة السوداني اللي دا يسوي حكومته دا تحفظ توازن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ووجودها بالمنطقة والدول العربية وتحديدا دول الخليج، وما بين إيران ومحورها المقاومة وفصائلها وارتباطاتها. زين، هذه التوازنات لها ثمن، لها ثمن محلي سياسي اقتصادي وأمني، ولها ثمن إقليمي ودولي. بس انت يعني شوف، خليني اقول فت كلمه مهمه. اي طبيعه الجسم البشري على سبيل المثال ما يتعافى من سقم الا اذا يمر بفتره يصير عنده سايد افكت، يعني يجي فت حمى فت كذا. هذه المرحله اللي دا يعاني منها الان ارتفاع الدولار هي مرحله جدا مهمه ويجب ان يمر بها العراق للتخلص من ازمه تهريب العمله.